السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في برنامجكم هنا البحرين من مركز الأخبار في تلفزيون البحرين. نبدأ بأبرز العناوين. وزير شؤون البلدية والزراعة يطلق مشروع التشجير في دير المحرق. المهن الصحية تدعو شركات استيراد الأجهزة والمستلزمات الطبية للتشجير قبل نهاية ديسمبر المقبل. والهيئة الوطنية لعلوم الفضاء تعلن عن فتح باب التسجيل لتطبيقات وكالة ناسا الفضائية. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أطلق سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلدية والزراعة مشروع التشجير في منطقة ديار المحرق تمشيا مع الاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى مضاعفة مجموع الأشجار بحلول العام 2035، وذلك ضمن التزامات مملكة البحرين للوصول للحياد الصفري بحلول عام 2060. وقال الوزير المبارك إن هناك عددا من المبادرات والسياسات لزيادة التشجير في المملكة وتحفيز كافة الأطراف للمشاركة في مشاريع التشجير ضمن مشاريع الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص، إضافة إلى تحفيز الأفراد للمشاركة في عملية التشجير، مشيرا إلى أن تشجير منطقة ديار المحرق يأتي كأحد مبادرات القطاع الخاص المهمة في هذا الجانب. أعلنت دكتورة عائشة أحمد حسين رئيس اللجان الطبية بوزارة الصحة عن تحديث إجراءات الفحص الطبي للعمالة المنزلية ومن في حكمهم، وذلك وفقا لصدور القرار رقم 21 لسنة 2022. دعت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية نهرة شركات استيراد الأجهزة والمستلزمات الطبية لضرورة المبادرة إلى التسجيل قبل نهاية ديسمبر المقبل، حيث ستقوم الهيئة بشطب نشاط استيراد الأجهزة والمستلزمات الطبية في حال تخلف الشركة عن التسجيل بالهيئة خلال المدة الزمنية المحددة. يأتي ذلك بهدف التأكد من تطبيق جميع الاشتراطات الخاصة بالأجهزة الطبية كالتخزين ونقل الأجهزة الطبية وحفظ سجلات التوزيع وغيرها، وذلك لضمان جودة وسلامة الأجهزة والمستلزمات الطبية المستخدمة في القطاع الصحي بمملكة البحرين. النشرة مستمرة وفيها بعد قليل. مدينة شباب 2030 تطرح برامج نوعية تساهم في اكتشاف وصقل وإبراز المواهب. أعلنت الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء عن فتح باب التسجيل لجميع المبرمجين والعلماء والمصممين ورواة القصص والتقنيين وشغوفين بعلوم الفضاء والطلبة للمشاركة في النسخة الخامسة من هاكاثون تحدي تطبيقات الفضاء، وتقام هذه المسابقة بتنظيم من الهيئة وبإشراف وكالة ناسا الأمريكية وبتعاون مع كلا من بوليتكنيك البحرين وجمعية المهندسين البحرينية، حيث من المقرر إقامة هذا الحدث التقني الفضائي المتخصص في اليوم الأول والثاني من شهر أكتوبر القادم، داعية الراغبين في التسجيل زيارة موقع الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء عبر الرابط للدخول على صفحة المخصصة للتسجيل في هذه المسابقة. وأشارت الهيئة إلى أن الهاكاثون مفتوح لكافة الأعمار، وهو يستقطب مشاركين من جميع أنحاء العالم، وذلك لتكوين فرق من المبدعين يستخدمون البيانات الفضائية المتاحة من وكالة ناسا للفضاء، وذلك للتنافس من أجل ابتكار حلول لعدد من التحديات التي تواجه صناعة الفضاء.
أعلنت جمعية البحرين للإنماء والتطوير عن طرح الجمعية برنامجا صيفيا شبابيا ينسجم مع تطلعات البحرين وخططها لهذه الفئة، وتوافقا مع المبادرات التي يطلقها سمو الشيخ ناصر بن حماد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب بهدف تطوير وتمكين الشباب، حيث تعد البرامج فريدة من نوعها على مستوى مملكة البحرين. والحديث حول تفاصيل هذا البرنامج الشبابي تنضم معنا عبر الهاتف الدكتورة ميرفت عيسى البوفلاسة نائب رئيس جمعية البحرين للإنماء والتطوير رئيس لجنة تمكين الشباب بالجمعية. مساء الخير دكتورة، بداية ما هي أهم تفاصيل البرنامج الشبابي والذي تنظمه جمعية البحرين للإنماء والتطوير؟ أهلا أختي، مساء النور. في البداية طبعا أحب أرحب بكم وأشكركم على هذه الاستضافة، وتمنيات لكم دوما بالتوفيق والسداد. طبعا فيما يتعلق بالبرنامج الشبابي اللي تنظمه جمعية البحرين للإنماء والتطوير، فهذا البرنامج يأتي انسجاما مع المبادرات اللي يقدمها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، واهتمامه وحرصه على الشباب. فالجمعية بادرت طبعا عن طريق لجنة تمكين الشباب، وانطلاقا من رسالتها أيضا كجمعية تعمل على توعية الشباب وتنمية مهاراتهم ومواهبهم ليكونوا قادرين على المساهمة الفاعلة في التنمية المجتمعية المستدامة، واللي تنصت عليها طبعا رؤية المملكة 2030. طيب دكتورة، هذه اللجنة طبعا هي تطرح عدد من البرامج، وهذه البرامج جات في مجملها متنوعة وكلها موجهة للشباب. طيب دكتورة، ما هي أهم المواضيع التي يحتوي عليها البرنامج الشبابي؟ طبعا البرامج المطروحة متنوعة، وحرصنا احنا ان يكون فيها ان احنا طبعا نتطرق فيها الى جوانب متعددة طبعا تصب في اهتمامات الشباب وطرق تقديمها. ففي محاضرات علمية وثقافية مثلا متعلقة بموضوع المواطن الرقمي وكيف يكون يعني الشباب عندهم وعي بهذا الموضوع، موضوع الشباب القائد، نعم، موضوع الشباب والإدمان الإلكتروني، وفي مواضيع طبعا وفي دورات تدريبية منها دورة صناعة وجذب الفرص. هذه بالإضافة في برامج طبعا احنا طبعا سميناها بودكاست او رسائل صوتية، وفي طبعا منها نوعين، في رسائل من الشباب ويقدمها الشباب أنفسهم إلى أقرانهم وإلى المجتمع البحريني، وفي رسائل إلى الشباب ويقدمها طبعا خبراء ومهتمين في قطاع الشباب منهم إلى الشباب. طيب دكتورة، كيف يمكن التسجيل في هذا البرنامج وما هي الفئة المحددة للمشاركة من قبل الجمهور؟ طبعا التسجيل لهذا البرنامج يكون عن طريقة متابعة اللي هو الإعلانات اللي احنا ننزلها على صفحة الانستغرام الخاص بجمعية البحرين للإنماء والتطوير، أو أنه يقدرون يتصلون على الجمعية من خلال الرقم 344-16166. بالنسبة إلى الفئة المستهدفة من هذا البرنامج، احنا طبعا نطمح أن يكون من عمر اللي هو 16-17 سنة إلى ما فوق. نعم. والبرنامج ذي متاح للجميع، واحنا نرحب بكل الفئات أنهم يحضرون هذه البرامج ويستفيدون منها. نعم، كل التوفيق لكم دكتورة ميرفت عيسى البوفلاسة نائب رئيس جمعية البحرين للإنماء والتطوير رئيس لجنة تمكين الشباب الجمعية، شكرا لك. تتواصل فعاليات مدينة شباب 2030 تحت شعار لنتواصل من جديد، التي تطرح هذا العام أكثر من 70 برنامجا تدريبيا متنوعا، منها برامج جديدة وتطبق لأول مرة، من بينها برامج الإبداع والابتكار والتصميم والذكاء الاصطناعي والبرمجيات وتصميم الألعاب الإلكترونية، بالإضافة إلى برامج الأمن السيبراني. هذا وتحظى مدينة الشباب بحضور كبير من قبل الفئات العمرية في مراكزها التي تحاكي احتياجات تدريب الشباب للدخول في سوق العمل، وتعمل على إكسابهم المهارات الأساسية واكتشاف وصقل وإبراز المواهب في مختلف المجالات. وللطقس محافظات مملكة البحرين،
نهاية البرنامج. لمزيد الأخبار يمكنكم متابعة القنوات التفاعلية لمركز الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة على الشاشة، كما يمكنكم متابعة باقة برامجنا والبث المباشر عبر تطبيق بي اتش تي في اند راديو. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.